طلاب من الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نبدأ موضوع جديد اللي هو اللينير اندكشن موتور. بالمحاضرات السابقة أخذنا أو بالكورس الثاني أخذنا السبيشال ماشين أو السبيشال موتورز، وأخذنا اللي هو الأيسي كوميتيتر موتور، وأخذنا ثلاثة أنواع اللي هي سينجل فيس سيريز موتور، وأيضا اللي هو الانفرسال موتور والريبلشن موتور. هاي ثلاث أنواع اللي هي AC كوميتيتر موتور، لأن يتم التبديل أو مبدأ عمله يعتمد على الفرش والكوميتيتر. أما النوع الآخر اللي هو المحركات الخطوية والمحركات اللي تتحرك بزاوية معينة أو تحتاج دقة وزاوية معينة، اللي هي نوعين أخذنا النوع الأول اللي هو السيرمو موتور وأيضا الستيبر موتور، وشرحنا شنو الفرق بيناتهم كل واحد مبدأ عمله. عندنا بعد أنواع أخرى من السبيشال ماشين اللي هو لينير اندكشن موتور، وايضا عندنا ريلكتنس موتور، وايضا توجد انواع اخرى تيوبلر موتور، وايضا عندنا البرشلس دي سي موتور، الهستيرايسيس موتور. احنا راح ناخذ لينير حسب المنهج والدراسه، راح ناخذ لينير اندكشن موتور وايضا ناخذ ريلكتنس موتور. لينير اندكشن موتور هو از ادفانسد فيرجن اوف روتر اندكشن موتور، يعني مثل الاندكشن موتور او حاله متقدمه من الاندكشن موتور. شلون؟ هنا راح يصير عندي لينير ترانزليشنال موشن ستيت اوف روتيشنال موشن. احنا نعرف بالمحركات كل انواع راح يصير الحركه دائريه او نسميها دورانيه، اللي هي حركه دورانيه. هنا أنا بهذا النوع اللي هي راح يكون عندي الحركه الخطيه، راح يصير عندي لينير ترانزليشنال موشن. شلون راح هسه راح نشوف تفاصيلها. يعني هنا هو حاله متطوره من او ادفانس فيرجن متطور او مشتق من الاندكشن موتور، الروتر اندكشن موتور. هذا النوع قلنا انه الحركه راح تكون خطيه. هذا النوع راح يكون الستيتر راح كانه ما اقطع الستيتر طوليا وافرشي على سطح مسطح، فأفرش راح يكون عبارة عن محرك خطي، أو اللي هو يكون كأنما يعني أفتح المحرك ويصير عندي عبارة عن محرك خطي أو يعني على سطح مسطح. وهذا النوع راح يكون عندي الستيتر والروتر راح أسميهم برايمري أند سكندري. راح أشوف مثال، عندي هذا المثال، عندي هذا ثري فيز سكوير كين اندكشن موتور، اندكشن موتور اللي أخذناه مرحلة ثالثة. هذا المحرك كأنما جاي أقطعه نيكت، بعدين أوبن أوت فلات سوي مسطح، راح يصير عندي عبارة عن محرك، يعني كأنما قطعت الستيتر والروتر. هذا الستيتر اللي بملفات وهذا الروتر، فصار عنده قطعتين، هذا اللي الستيتر وهذا الروتر. هذا نسميه البرايمر ستيتر، والسكندري عفوا الروتر نسميه سكندري. هذا هو المحرك اللي نسميه اللي هو لينير اندكشن موتور، كانما محرك 3 فيز اندكشن موتور وجاي قطع المنتصف وافتحه على سطح هو يصير كانما مسطح، فراح يصير عندي بهالشكل. هذا الجزء اللي هو الستيتر هنا راح نسميه البرايمري، هذا يحتوي على ملفات، وهذا السكندري ايضا يحتوي على ملفات او حسب النوع مالته. هذا ايضا يحتوي على ملفات، فهذا يصير عبارة عن قطعتين، هذا البرايمر والسكندري. هنا أيضا عندي راح آخذ تفاصيله، ممكن يكون هذا جزء القصير المتحرك الستيتر أو الروتر حسب النوع مالته. راح ناخذ تفاصيله أيضا، هذا كأنما شلون جاي أوضح للنير اندكشن موتور، عبارة عن محرك خطي، الحركة مالته مو دائرية. هذا المحرك العادي اللينير راح تكون حركة دائرية، هنا الحركة أو دورانية، هنا الحركة راح تكون عندي حركة خطية، كأنما جاي يتحرك شيء قطعة مثلا سياره جاي تتحرك بهالشكل، هذا جاي تقطع مسافه خطيه او قطعه حديد تجيب بهالشكل تتحرك، فجاي يصير عندي حركه خطيه. هذا هو محرك اللينير اندكشن موتور، قلنا هو ادفانس فيرجن من الثري فيز اندكشن موتور، لانه هو ثري فيز نفس التركيب مالته، بس انه الطريقه مالتي بهالشكل هذا، انه ستيتر قطعه وايضا الروتر. قلنا انه الستيتر نسميه برايمري والروتر نسميه سكندري.
السكندري يتكون من فلات ألومنيوم كوندكتر اللي هو جزء المتحرك مع فيروماغنتيك كور اللي هو القالب اللي يكون مغناطيس حر يعني مواد حرة مغناطيسيا اللي هو الفيروماغنتيك كور. هذا اللي هو السكندري. عندنا يقول بدل ما احنا بالمحركات اللي هي المحركات العادية اللي راح يكون حركة دورانية راح يصير عندي هنا السرعة نسميها اللي هو السبيد، هنا نسميها اللينير فيلوسيتي. السرعة نسميها لينير فيلوسيتي لأنه حركة كأنها ما خطية، سرعة خطية. بالمحركات الدائرية اللي هو الروتري اندكشن موتور شن القوة أو التورك المتولد نسميه تورك. هنا التورك ما راح نسميه تورك، راح نسميه اللي هو راح يولد هناك كان يولد لي روتري تورك لأنه جاي يدور حركة دائرية. هنا راح يكون عندي لينير فورس لأنه مسطح فراح يكون لينير فورس. هذا لينير فورس راح نسميه فروست اللي هو القوة مالتي راح نسميه فروست بدل ما نسميه تورك. هنا طبعا التورك أو الفروست راح يعتمد على اللي هو الفروست يعتمد على السايز والريتنج لينير دكشن موتور قد الحجم مالته وايضا الريتنج القدره مالته قد. فهنا اعتمادا على القدره والسايز انا راح ينتج لي فروس ممكن يكون من عده يعني several thousand عدة من يعني يكون عاده العزم مالته يكون يوصل حد 1000 نيوتن بينما بالمحركات الروتر يكون العزم قليل. فهنا هذا الفرق جدا واضح انه العزم او التورك هنا المتولد اللي سميناه فروس راح يكون يوصل حد الاعلى من 1000 يعني يوصل 1000 نيوتن بالنسبه للفروس او التورك. وبينما السبيد اللي عندك شو موتور هنا تتحدد اعتمادا على الوايندنج ديزاين والفريكوانسي سبلاي فريكوانسي يعني السرعة تعتمد على تصميم الملفات وأيضا الفريكونسي مالت المصدر. بس هنا السرعة مالت المحركات الخطية ما راح تكون عالية وأيضا هنا السرعة مو تنقاس بالآر بي ام أو آر بي اس راح تنقاس بالمتر بير سكند يعني أنا جاي حركة خطية فراح تنقاس بالمتر بير سكند. الكونستراكشن لينير اندكشن موتور لينير اندكشن موتور هنا البيسيك أنه يكون ممكن سنجل فيز أو ثري فيز. للفري فيز انه نفس الفري فيز اندكشن موتور لكن انه اختلاف في يعني مو كل شيء شبهه هو كتركيب مشابه له بس كتصميم يعني نقدر نقول هو عباره عن كانه اندكشن موتور مقطوع لانه كانه تركيب لو رجعنا سويناه بشكل دائري راح يكون كانه فري فيز اندكشن موتور بس هو بالمبدأ العمل ما تصح هو يتمد على مبدأ الحمل الحثي بس هواية تفاصيل انهم تختلف كبارك التركيب ما تدزاين. فيقول انه اذا قطعنا الستيتر للبولي فيز اندكشن موتور يعني الفري فيز او السنجل فيز ويعني وضعناه او خليناه على سطح لات سيرفيس راح يكون الجزء الستيتر راح يكون الجزء اللي هو البرايمر نسميه. بينما قطعنا الروتر وايضا خليناه بشكل مسطح او على شكل يعني كانما منسطح راح يكون ايضا يكون اللي هو السكندري الجزء الثاني اللي هو بدل الروتر راح يصير سكندري. نو اللينير اندكشن موتور عندي اما يكون برايمري شورت برايمري او شورت سكندري يعني عندي انا قطعتين على شكل خط مستقيم خطية يعني هذه هذه وهذه لازم واحد يكون أقصر من الآخر يعني اللي القصير هو راح يتحرك عليها. مثلا خلينا نشبهه عندي قطار وسكة قطار السكة ممكن تكون الستيتر راح يكون اللي هو جزء طويل نقدر نسميه أو الطويل نسميه اللي هو الستيتر ممكن يكون والجزء المتحرك اللي هو القصير اللي هو منه القطار. قطار مثلا طول ما تم مقارنته ويا السكه سكه مثلا المحافظه المحافظه او دوله بينما قطار يعني طوله محدد. فحتى لو كان مثلا 1 كيلو متر على سبيل المثال يعني
انه ايوه نعتبر جزء قصير مقارنة. فاللي يتحرك هو الشورت، يعني يا اما شورت برايمر او السكندري حسب النوع. فالقطار هنا ممكن يكون شورت الجزء القصير، يا اما يكون برايمر او سكندري. اذا كان برايمر راح نقول شورت برايمر، واذا كان سكندري شورت سكندري. يعني هذا المحرك ممكن الروتر او الستيتر هو اللي يتحرك. فهنا خلينا نوصف كانما السكه مال القطار اللي هي الستيتر وعليها ملفات، والقطار هو الروتر وايضا عليه ملفات. جاي يصير عندي انطي سبلاي، راح انطي باور سبلاي للسكه مال الحديد، بها راح نفرض بها ملفات، راح نعطيها هذه الملفات وراح نعطي باور 3 فيز او سنجل فيز. فراح يصير يمر تيار بالملفات، راح تولد قوه دافعه كهربائيه، راح يتولد فلكس عن طريق مبدا الحث، راح ينتقل المجال المغناطيسي الى الجزء المتحرك اللي هو نسميه الروتر او السكندري، راح تولد قوه دافعه كهربائيه معاكسه، فراح انه يصير عندي عزم معاكس، فراح يتحرك المحرك يدور بشكل يدور حركه خطيه كانما قطار. وهو من احدى التطبيقات اللي هي القطارات الكهربائيه، وايضا التطبيقات اللي هي يصير لينير موفمنت، يعني التطبيقات تحتاج حركه خطيه. نقدر نقول مثلا مو الكونفاير اللي هو الحزام الناقل، بس بهالشكل هذا يكون حركه خطيه نسمي لينير موفمنت. فهذا الجزء اللي هو المتحرك جاي، انا جاي اغذي فقط الجزء الثابت. فليش سميناه اندكشن موتور؟ كانه نفس مبدا عمل اندكشن موتور. هنا انطي ملفات سب 3 فيز سبلاي او سنجل فيز للجزء الثابت. من راح يمر تيار تولد فلكس، تولد عزم او قوه دافعه كهربائيه عن طريق مبدا الحث، الفلكس راح ينتقل للجزء السكندري، هذا مبدا العمل طبعا مالته. من راح ينتقل للسكندري راح يمر بتيار، فراح يتولد قوه دافعه كهربائيه معاكسه، فراح يتحرك حركه خطيه. فهذا انه قلنا انه عندنا المحرك يكون يا اما شورت برايمري او شورت سكندري اعتمادا على التصميم مالته. وايضا ممكن يكون عندي سنجل سايد او دبل سايد. سنجل سايد دبل سايد هذا عندنا هذا بكل شكل اوضح، هذا جزء الستيتر، هذا الروتر، او نسمي هذا برايمري، هذا سكندري. شلون المحرك هذا ايضا. فاذا غذيت انا هذا الجزء الثابت اللي هو بدون رصاصي، اللي راح يتحرك الجزء الروتر اللي هو بنعتبره قطار، وهذا سكه قطار. عندنا هذا النوع اللي نسميه سنجل سايدد او دبل سايدد. هنا انا عندي روتر وعندي هنا تو ستيتر، يعني هيك بهالشكل هذا. او هنا انا عندي مثلا تو روتر بهالطريقه هذه، يعني يكون عندي ملفات من جانبين. هذا بالنسبه للتركيبه. نجي لمبدا العمل مالته. مبدا العمل شرحت انه انطي 3 فيز سبلاي راح فلكس يمر تيار، راح يمر تولد فلكس ستارت ترافلينج الونج ذا انتاير لين. هنا الفلكس راح يكون عندي خطي ايضا مو دائري، راح يمر بالجزء اللي هو البرايمري. هنا يقول اللينير ترافلينج ماجنتيك فيلد، المجال المغناطيسي راح ينتقل خطيا الملفات مالت الستيتر عن طريق مبدا العمل. يعني بدل انه مكافئ بالروتر كان يكون الفيلد دوران مالته يكون عندي دائري الفلكس، هنا راح ينتقل للملفات خطيا. فهنا راح المجال الكهربائي ينتقل عن طريق مبدا الحث للموصلات مالت الجزء المتحرك اللي هو السكندري او الروتر، يعني عن طريق مبدا الحث، لذلك سميناه لينير اندكشن موتور، ايضا عن طريق مبدا حث الاندكشن. فهنا راح يتولد لي ريليتيف موشن بتوين ترافلينج فلكس اند كوندكتر، راح يتولد هنا قوه دافعه كهربائيه معاكس القوه الدافعه الكهربائيه بمجال اصلي، فراح يتولد حركه، وراح يمر تيار ملفات اللي هو الستيتر، ويمر يتولد قوه دافعه كهربائيه، وبالتالي راح يتولد عندي عزم. هنا العزم نسميه لينير فورسز او نسميه فروست. هذا مبدا العمل مالت المحرك، سواء سنجل فيز او ثري فيز نفس الطريقه. هنا عندي البرايمري قلنا يكون ثابت، والسكندري متحرك او بالعكس حسب النوع. هنا انا عندي البيرفورمنس اوف لينير اندكشن موتور. هنا لينير اندكشن موتور يدور بسرعه نسميها الفي اس، الفي اس اللي هي 2
F tau V. VS اللي نسميها linear synchronous speed القاس أو linear speed القاس بالمتر بير سكند. التاو بي اللي هو الـ width of the ball pitch العرض مات الـ ball pitch هذا يعتمد عليه لأنه هنا الانتشار مات الفيض وأيضا القوة أو العزم أو السرعة تعتمد على الـ width مات الـ ball pitch وأيضا اعتمادنا على الـ frequency وبالتالي أنه السرعة الخطية تعتمد على الـ frequency تعتمد على الـ ball pitch اللي هو الـ width of ball. فهذا بالنسبة للسرعة بينما مقارنة ويا السرعة الاندكشن موتور اللي هي تنقص 120 اف على 2 بي وناقص السليب على السرعة التزامنية وايضا سرعة الروتر تختلف عنها بواحد ناقص اس. فهنا الروتر اندكشن موتور السبيد بالسكندري هنا باللينير اندكشن موتور هنا باللينير نفس الروتري هنا أنا عندي السكندري او السرعه بالسكندري بارت باللينير اندكشن موتور راح تكون اقل من السرعه التزامنيه. هذه السرعه التزامنيه بالمحركات الروتر السرعه التزامنيه كانت تكون عندي 120 اف على 2 بي والسرعه الروتر اللي هي هم تنخفض بمقدار واحد ناقص اس. فهنا سرعه الروتر او سرعه السكندري نقول راح نقول في اس سرعه تزامنيه في واحد ناقص اس. الاس شنو؟ اسلب لسلب. احنا بنعرف المحركات الخطيه كنا نقول السرعه التزامنيه اللي هي 120 اف على 2 بي اللي هي سرعه المجال المغناطيسي بس نتيجه ضياع الفلكس وايضا بالاير جاب راح انه الفيف ما كله ينتقل للروتري وما راح يدور بنفس سرعه المجال المغناطيسي اللي هي 120 اف على 2 بي راح يدور بسرعه اقل بمقدار سميناه السلب. السلب اللي هو الفرق بين VS ناقص VR على VS. يعني مثلا اذا المحرك كانت عدد اقطابه 4 والفريكونسي 50 راح نقول 120 اف في 50 على 4 راح يعطيني 3000 او العفو 1500 RPM. ف 1500 هنا السرعه تزامنيه 1500 بس السرعه مات الروتر الحقيقيه او هنا باللينير اللي هي نسميها السرعه مات السكندري راح تكون اقل بمقدار السلب. مثلا السرعه 1500 بالروتر راح هنا يدور بسرعه 1490 80 حسب مقدار السلب وحسب يعني حسب التصميم مالتي وشلون راح احسب التفاصيل الحسابات مالتي يعني حسب الفليف الفلاك الاير جاب الفيف متسرب ايضا عندي الحسابات المحرك الجذب القدره مالته. فهنا هذه التفاصيل راح احسب السرعه مالتي. فهنا قلنا انه السرعه الحقيقيه مالت اللي هو السكندري او الروتري في اس سرعه تزامنيه واحد ناقص اس. هنا عندي السرعة التزامنية وهنا السرعة مالت السكندري. اللينير فورس هنا أيضا يعتمد على الاير جاب باور يعني الفلكس بالاير جاب على اللينير فيلوسيتي نسميه الفورس أو الفروست. عندي هنا كنا نقول التورك سبيد كاركترستيك بالاندكشن موتور هنا نسميه الفروست فيلوسيتي لأنه التورك عوضنا بالكلمة فروست والسبيد باللينير فيلوسيتي. فهنا أنا راح تكون مشابهه نفس التورك سبيد كيرف مات الاندكشن موتور. فهذا الكيرف مشابه اللي هو الفروت سبيد نفسه مع التورك سبيد بالاندكشن موتور. هذه السرعه هذه منطقه العمل راح تكون هنا عندي خطيه لينير وهذه منطقه الستارتنج. هذه بالنسبه للبيرفورمنس. هنا نقول بالروتر اندكشن موتور مقارنه ويا لينير اندكشن موتور هنا باللينير اندكشن موتور الاير جاب راح تكون الفجوه بين الروتر والستيتر راح تكون كبيره وبالتالي هناك عندنا الماجنتايزنج كانت راح يكون اكبر راح يكون اكبر راح يصير عندي ضياع بالفيف راح يصير عندي الباور فاكتور افشنسي راح تكون اقل من الاندكشن موتور لانه الاندكشن موتور راح تكون الفجوه او الاير جاب مقارنه ويا اللينير راح تكون اقل وبالتالي هنا بهذا النوع راح يكون الافشنسي والباور فاكتور راح يكون اقل. عندنا الفورسز باللينير اندكشن موتور عندنا ثلاث انواع للفورسز
بعض هاي الفورسز مفيد او مو من يعني القوه الطبيعيه باي محرك. والنوع الاخر اللي هو القوه الغير مرغوب بها. عندي الفروست ثلاث انواع، اللي هو الفروست اللي هو اللي نقدر نسميه الديفلوب تورك او الفورس، الديفلوب تورك روتر اندكشن موتور، هنا راح نسميه الفروست اللي هي القوه الاساسيه اللي راح تولد لي دوران. والنورمال فورسز اكيد عندنا قوه نورمال راح تتولد، قوه معاكسه او قوه ضمن مبدا العمل. وعندي الليتريال فورسز، هذه القوه الجانبيه هاي راح تقفل بالمحرك، ونتيجه انه المحرك خطير راح تتولد لي هذه القوه. هذه القوه تقلل لي من البيرفورمنس، سواء انه باور فاكتور او الافشنسي الاوتبوت، تقلل من عتها، فحاول اتخلص من عتها. هذه هي اللي نسميها الليتريال فورسز. النورمال فورسز تكون عموديه على الاستيتر بالزد دايركشن، بينما اللي هي الفروس راح تكون اللي هي باتجاه الاكس اكسس اللي هي تولد لي الدوران الخطي، بينما الليتريال فورسز راح تكون قوه غير مرغوب بها، وحاول اتخلص من عتها. هذه القوة مالتي، هذا المحرك جاي يدور بهالاتجاه، هذا الفروست راح يكون بهالاتجاه، النورمال راح يكون على الزيت اكسس، هذه الليتري راح تكون تحاول تقلل لي من الفروست او السرعة، يعني تكون تعامل وياها بزاوية 90، فهذه ما غير مرغوبة، حاول اتخلص من حتها. هذا بالنسبة للفورسز. ايضا عندي الافكت، عندي مجموعة من التأثيرات نتيجة انه المحرك خطي. محرك خطي انه قلنا الفلكس ما راح يكون خطي، عفوا ما راح يكون دائري، فيعني الى بدايه والى نهايه، بينما بالروتر راح يكون هنا حلقه مغلقه. هنا انا راح يصير عندي تاثيرات، وهذه التاثيرات تاثر على اداء المحرك، من عندها اللي هي نسميها الاند افكت. عندي بالنهايات مالتي راح يكون عندي الفلكس مالتي يعني راح ما يصير دائره متكامله، وكذلك راح يصير عندي تسرب او تشوه. فعندي هذا الاند افكت، الايدج افكت، تاثير الفلكس بالحافه، وايضا الاير جاب افكت، الاير جاب هنا كبيره فراح يصير عندي ضياع او تشوه بالفلكس، وايضا افكت اوف ان رولينج لانه مو رول وانما خطي، فهذه تاثير الفلكس راح يكون ضياع بي، وايضا عندي هنا تسرب او الشكل مالته او الانتشار مالته ما راح يتوزع بصوره منتظمه، هذه تاثر على اداء المحرك، هذا بنسميها الافكتس، وهذه تدخل ايضا حتى بتصميم المحرك ايضا بالماثماتيك موديل خصوصا الاند افكت. الادفانتج من اللينير اندكشن موتور لو مينتينس كوست، يعني صيانه مالته قليله نتيجه عدم وجود الاجزاء المتحركه. عندي هنا نو ليمينيشن اوف ماكسيمم، هنا أنا الماكسيموم سبيد ماكو محددات للسرعة الماكسيموم نتيجة السنترفيوجال فورسز، وأيضا نو أوفر هيتنج، هنا ما راح يكون عندي ارتفاع درجة الحرارة بالروتر، راح يكون عندي خط عادة يكون مفتوح اللي فماكو مو مغلق كفر حتى يكون بهالشكل هذا، فإنه ما راح يصير عندي ارتفاع بالحرارة بالنسبة لملفات الروتر. وأيضا بيتر باور بالنسبة للوزن، الباور الاوت باور راح يكون اعلى. الديس ادفانتج عندي هنا الاير جاب مالتي راح تكون 25 ملي، بينما بالروتري راح تكون 1 ملي، فهنا راح يكون عندي بما انه لارجر اير جاب راح يكون عندي لو باور اوت بوت، كذلك الافشنسي مالتي راح تكون اقل من الروتري. هنا ايضا عندي هنا اللينير اندكشن موتور يكون مقاومه الروتر ريزيستنس عاليه، لذلك انه راح يكون عندي السليب عالي، ويكون راح يكون السليب عالي راح يعطيني افشنسي قليله. وهنا بالنسبه للتكلفه الكليه مالته مقارنه بالمحركات العاديه راح تكون عاليه. فهذه الادفانتج والديسادفانتج والتطبيقات مالته، كل التطبيقات اللي تحتاج على حركه خطيه نسميها اللينير موفمنت، او مثلا القطارات الكهربائيه المتقدمه، او بعض التطبيقات اللي تحتاج حركه او سكه او هالشكل هذا حركة خطية. هذا بالنسبة لموضوع linear induction motor.